مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج فوت بلوس الذي ياتيكم على مباشر طبعا على قناه البلاد. توقفنا للحديث طبعا قبل قليل على المنتخب الوطني وعن انتظار الجماهير الجزائريه للقائمه النهائيه التي ستمثل الجزائر في مباراتي غينيا واوغندا. طبعا يوسف قلنا انه لحد الساعه لا يوجد اي رسمي من طرف الاتحاد الجزائري لكره القدم ولا المدرب الوطني في الاعلان عن القائمه النهائيه لمباراتي كون من غينيا واوغندا. باستثناء بعض الأندية اللي أعلنت عن استدعاء بعض لاعبيها خاصة يعني اللي راهي تنشط في البطولة الأجنبية على غرار زغبة، ما كانش قائمة رسمية، ونظن على أكثر تقدير غدا سوف يفصح عنها من قبل حد الوقت ربما. لا قلت صراحة تأخر بدينا الحديث يزيد قلنا باللي ولات سي دوفوني ان كوتوم ولات عادة ولات يتأخر. المشكل انه هذا الخطرة ما هضروش بزاف موالفين لما بالماضي يتأخر الناس كلها تخرج وتتحدث علاش ما هضرش لما لحقت البيتكوفيتش راهو معطل وراقد عليها كيما نقولوا حنايا ما واحد ما هضر. معليش الناس تمشي خير على كل حال في انتظار القائمه النهائيه. مباراه صعبه ستكون ضد غينيا يوسف بكل صراحه. هذا المنتخب اللي بلغ 3 نقاط في الترتيب العام في خلال مباراتين بعد انهزامه في الجوله الثانيه، نظن انه لن يكون بذلك الخصم السهل ان صح التعبير في ملعب نيلسون مانديلا هنا بالعاصمة. قبل الحديث على منتخب أوغندا، أنا نفس الشيء يعني راني متفائل ربما مباراة غينيا وليس مباراة راح نلعبوها في نيلسون مانديلا أوغندا، لأنه حنا نلعب غينيا في نيلسون مانديلا هنا بالعاصمة وبعدها غينيا نروحوا لأوغندا. يعني المباراة تاع غينيا رايحة تكون أصعب من مباراة أوغندا، نظن انه الفريق الغيني صح القول او راح يلعب سون كومبلكس، ولانه عارف انه مام لو يجي يلعب على نقطه ما تساعدوش، وبالتالي هو ثاني يعني الفريق او راح يجي بيلعب بنيه الفوز، لانه يعني في هاد التصفيات لازم تربح اكبر عدد ممكن من النقاط، ولما اللي يكون في المرتبه الاولى يعني يفوتك باربعه خمس نقطات يعني صح القول شغل لونجو خلاص قضى عليه. وبالتالي انا نظن انه الفريق الغيني لازم هذا هو الفريق اللي رايحين نحذروا منه، هذا هو الفريق اللي لازم نطلعوا له بزاف الحسابات. لو انه نتذكر مباراه موزمبيق يوسف بكل صراحه التي فزنا بها بصعوبة كبيرة، ولو أن النتيجة كانت بهدف مقابل صفر والدخول عمورة الذي قلب كل المعطيات، ولكن أبان منتخب الموزمبيق على مستوى راقي جدا. صح يعني المنتخبات الإفريقية يزيد ونحن من إفريقيا يعني طبعا لا منتخبات الإفريقية يعني نحن نهضروا سيرتو إفريقيا الوسطى وسي لافريك سنترال، خاصة إفريقيا الأنجلو فونية يعني صح. عندهم كرة القدم تطورت بشكل رهيب مقارنة بدول شمال افريقيا. صح حنا شمال افريقيا رانا قاعدين عايشين على الاطلال ان صح القول، شغل الماضي الجزائر مرشح خلاص نروحوا بالكلام مرشح، الناس راهي تستخدم كفاءات في التدريب، هم يستقدموا مدربين اللي داروا يعني برهنوا في افريقيا وبرهنوا في بلدانهم الام. وبالتالي انا نظن انه صح يعني على الورق المنتخب الجزائري راه مرشح، لكن يعني الميدان في بعض الاحيان انه ريزيرف دو موفيز سيرفيس. طبعا وحنا ماشي هادشي اللي نتمناو دائما تكون مفاجاه ساره للمنتخب الوطني، ولو ان مباراه غينيا كما تكلمنا قبل قليل دفاع المنتخب راح يكون خلينا نقول لك باللغه الفرنسيه كاس مونتات للمدرب الجديد لاول مباراه رسميه تاعو راح تكون ضد منتخب غينيا. هل سيواصل اللعب بنفس التركيبه الدفاعيه في صوره مداني على الجهه اليسرى، لما اقول مدافع محوري ايسر طبعا وماندي مدافع محوري ايمن، ام ربما سنشاهد زين الدين بالعيد؟ هل سنشاهد ربما ايوب عبد اللاوي على الجهه اليسرى؟ هل سيعتمد على طريقه نفس طريقه لعب 4-4-2 او سيعتمد على 3-5-2؟ ما هي القراءات التي
ربما يتصورها يوسف ميمون في مباراة. أنا نظن المدرب هذا ديجا الله هضرنا باللي راهو جديد، يعني ديجا هو اللي طونتران دو ديكوفرير لو نيفو تاع الشامبيونا. دليل انه يعني ما يعرف حتى شيء على البطوله. حاجه الاولى قام بها، راح يعني قام بزياره تقريبا لكل فرق المحترف الاول، دالهم زيارات بهدف يعني يطلع على ظروف العمل تاعهم ويشوف يعني الظروف والامكانيات اللي راهم متوفرين لهذا الفريق. صحيح. انا جو بونس ممكن يفا مانتينير لو تروا تاع 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 في الدفاع، ثلاثه يعني في الدفاع، الا انه يعني تقعد فرضيه انه ممكن ماهوش رايح يعتمد على نفس شيما تكتيك اللي اعتمدوا مع بوليفيا وجنوب افريقيا. لانه هو يعني كانت هناك يعني بعض التسريبات يقول لك باللي يعني ديجا هو رغم انه ما اعلنش عليها صراحه، لكن ما كانش راضي اولا على ماشي ما كانش راضي يعني ماهوش مقنع بالحرس المرمى، وماهوش مقنع ايضا بالدفاع، يعني بالعناصر اللي عنده. لكن هذا ما يمنعش انه محتم عليه يلعب بهذه العناصر اللي عنده. علاش قلت لك انا نظن انه ماهوش رايح يعني يكون فيها شومبولمون في القائمه. انا نظن لو كان تغيير في القائمه راح يكون ربما عنصرين على اكثر تقدير. ولكن بكل صراحه يوسف ننتقد مردود بعض اللاعبين، ننتقد مردود بعض المدافعين، ولكن دائما نطالب بعدم التغيير في مباريات مثل هذه. اذا ما غيرناش اليوم مثلا، عفوا، ما هي المباريات التي يمكن ان نغير فيها مثلا في قلب الدفاع؟ الا ما عطيناش الفرصه لزين الدين بالعيد، الا ما عطيناش الفرصه للاعبين توغاي وكذا، الى متى نواصل التعليل لبعض الاخطاء التي يرتكبها قلب دفاع المنتخب الوطني حتى لو نسمي اللاعبين الاسماء؟ يا زيد والله هنا شغلك راح تدخل يعني تدخل في راس المدرب، شغلك راح تدخل في لي شوا تاعو. انا يعني تعلمت حاجه انه كل انسان يفي سي شوا وي لي زاسيوم بيان سور. يعني انا جوبونس دوك المدرب هذايا علاش قلت لك ما نقدروش نحكموا عليه، دوك نخليوه الى لي شوا تاعو كانوا جوديسيو، الى لي شوا تاعو جابوا نتيجه، حد ما قال حد. صحيح. لكن لما الخيارات تاعو ماهيش رايحه تصب في الصحيح، لما ماهيش رايحه تجيب الاضافه، تم عندنا الدروا، عندنا كما يقولوا من حقنا اننا ننتقدوا. حاجه واحده اخرى، انا نظن ان المدرب راهو يعمل لم ننتقد لا ماشي ننتقد، مازال ما بديناش ننتقد، مازال ما بديناش باش ننتقدوا بكل صراحه. حقيقه صح معك، يعني باش نقول لك باللي امام المدرب ما عندوش خيارات كبيره يا زيد. راك في البطوله، تشوف البطوله تاعنا. صح. ما نكذبوش على رواحتينا، والله ما نكذبوش على رواحتينا. البطوله تاعنا اقل ما نقولوا عليها انها بطوله متواضعه. وهنا كنا نهضروا ان المستوى راهو يطلع، الناس راهي ترفع في المستوى تاعها، الفرق الافريقيه راهي ترفع في المستوى. دونك حنا لازم نرفعوا المستوى، وللاسف الشديد ان المستوى حنا تاعنا باش نرفعوه لازم اون في ابل او جوار اللي يلعبوا في ليترونجي. صح. دونك تقعد هذه القاعده، اذا غايت البطوله تاعنا يخرج من الرحم تاعها لاعبين اللي يقدروا يكونوا في المستوى. طبعا في مباراه غينيا وبعدها اوغندا يوم 10 جوان، هل تظن بكل صراحه يوسف ميمون انه المنعرج الحقيقي من اجل التاهل الى المونديال؟ نذكر فقط انه يتاهل واحد في المجموعه، يعني بمجموعه 9 منتخبات، والعاشر راح يلعب مباراه فاصله من اجل التاهل الى المونديال. لاول مره راح يكون بهذا العدد من المنتخبات. المونديال راح يكون في امريكا وكندا والمكسيك. هل هذه المباراتين هما منعرج حقيقي للمدرب الوطني وللمنتخب الوطني؟ المباراه الاولى هي المنعرج، لانه الفريق الوطني بحاجه للاستمراريه في النتائج. صحيح. مباراتين تحققوا، لانه لحد الساعه لم بدون خطا مباراتين ست نقاط بدون خطا. اكزاكتومون. يعني دوك المهم انك تحافظ على هذه الوتيره تاع النتائج، لانه لو مباراه لو تتعادل في نيلسون مانديلا
ممكن راك تدخل في دوامة تاع حسابات، تعطي فرصة لمنتخبات ممكن أخرى. يعني الفريق يفاتيتخ اتان بسيكولوجيكمون، لأنه لو تربح في مونديلا تم نقدر نقول لك باللي هذاك هو المنعرج. صحيح. ومن بعد يقعد المباراة تاع تاع أوغندا. نظن يبقى رأيي أنه سي ماتش اللي نقدروا نيغوسيوه. أنا نظن هاد المباراتين لو الفريق الوطني عرف كيفاش يتفاوض فيهم نكونوا حطينا قدم في مونديال. خبي هل يملك يوسف ميمون بعض الأخبار فيما يخص نجم المنتخب الوطني رياض محرز؟ والله شوف حكاية رياض محرز ديجا أصيب مؤخرا، يعني رياض محرز حتى لو الناخب الوطني يوجه له استدعاء ما يجيش لأنه أصيب، يعني والفريق تاعه كان أعلن أمس أنه أصيب على مستوى الكاحل، على مستوى الركبة صراحة، عنده إصابة يعني على مستوى الركبة، وبالتالي هذا تمهيد أنه رياض محرز ماهوش رايح يكون في القائمة. قلت لك يعني لو حتى لو المدرب استدعاه محرز عنده يعني جوستيفيكاتيف والفريق تاعه ماهوش رايح يعني يليبيريه لأنهم قرروا باش يشدوه يسوانيوه. ضربة موجعة للخضر؟ لكن ما والله محرز بكل الوزن تاعه أنا نظن الآن ما نقدروش نحكمه هل هي ضربة ولا ماشي ضربة، لأنه الفريق راهو مليح، راهو في وتيره متصاعده، راهو يدير النتائج، لكن ربما لما الفريق الوطني ينصح القول يخفق في بلوغ اهدافه ربما تم اللي اش قلت لك تم اللي نقدروا نديروا ان بيلون، تم اللي نقدروا نقولوا هل المدرب بيتكوفيتش كان مصيب في الخيارات تاعو ولا لا. لكن هذا الناس يعني احنا نشوفوا باللي كثر الحديث انه محرز خلاص قرر ياخذ اعتزال، يعني شوف محرز ماشي من نوع اللي بروفيسيونال، ماشي من النوع اللي يعني يخرج من الفريق الوطني من هذا الباب. صحيح. احنا نتمنى ان شاء الله انه نجوم المنتخب الوطني سابقين وعلى راسهم طبعا الهداف الخضر اسلام سليماني يخرجوا بطريقه اجمل. طبعا حتى هما نظن انه حان الوقت انهم يفيقوا مع روحهم ويقولوا حان الوقت من اجل المغادره، لا تحرج المدرب بكل صراحه، خرج من الباب الواسع كما شاهد امس توني كروس يمكن ان يلعب لمواسم عديده، ولكن فضل انه يخرج من بوابه ريال مدريد كما كان ذلك مع زين الدين زيدان. فنتمنى ان شاء الله انه مصير بعض النجوم الخضور يكون نفس مصير رفيق حليش في ملعب 5 جولية وبحضور جماهيري كبير، يخرج بصوره رائعه في صوره فاغولي، في صوره سفيان اسلام سليماني. فنتمنى ان شاء الله رئيس وهم بلحي انهم يخرجوا من الباب الواسع في المنتخب الوطني. نمر الان الى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوسف ميمون، المصادقة على التقرير المالي والادبي من خلال الجمعية العامة للفاف مؤخرا، نتمنى ان شاء الله انه سنشاهد الجديد فيما يخص كرة القدم الجزائرية مع هذه الاتحادية. راح نسمع تصريحات كل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيد وليد صادي، رئيس شباب لوزداد وكذلك نجم مقرة الذين تحدثوا على الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم. الحمد لله تمت المصادقة على التقرير المالي والأدبي وكنت ظروف جيدة. الجمعية العامة فات في ظروف جد عادية، كاين تحسن وكاين أمور مازال فيها نقائص، ولكن بالعمل إن شاء الله كل شيء يعود يتسجل. يعني بالنسبة للأشغال الجمعية العامة هي عادية جدا لدراسة التقرير المالي والأدبي، هناك بعض النقاط اللي تطرقنا لها. طبعا كان المصادقة على التقرير المالي والأدبي بالإجماع، ما يخفلكش أن الاتحادية عندها 7 شهور فقط من 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 انتخب وليد صادي على رأس الاتحادية الجزائر كرة القدم، ولقى كما يقولوا عبء كبير وتركة كبيرة، يعني كما يقولوا خاصة من ناحية الديون حوالي 700 مليار ديون، كان قدر يخلصوا حوالي 340 إلى قريب 400 مليار ديون، وهذا شيء إيجابي جدا الحمد لله رب العالمين. أنه كذلك رئيس الاتحادية وعد في الجمعية العامة أن في آخر السنة المالية 2024 ديسمبر 31 ديسمبر 2024 راح تكون يمسح كل الديون هذه اللي موجودة. إذن يوسف ميمون، المصادقة على تقرير المالي والأدبي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. أنا نذكر نعم المعهود المعهود اكزاكتومون، يعني متعارف عليه أنك تدير جمعية عامة وتصادق على التقرير المالي والأدبي، إيجابي ولا سلبي لازم المصادقة أو الرفض إن صح القول. أنا المغاير هذه السنة سامحني نقاطعك لبعض المواسم سنوات الماضية أنها مرت بهدوء،
مرت بهدوء شيء جميل، نتمنى ان شاء الله انه نواصل بهذه الطريقه، ولكن ولو بهدوء، ولكن يجب ان نناقش بعض النقاط. بالطبع بالطبع مرت بهدوء لسببين، ربما السبب الاول انه يعني المكتب الحالي يعني صح القول انه لا لاقه له ولا جمل في فيما وصلت اليه الفيدراليه، يعني دائما ما نقدرش نحكموا عليه. والشيء الاخر انه مرت فيه هدوء، لكن الارقام اللي تم تداولها امس هي ارقام والله العظيم غير رهيب. ارقام كارثيه، ارقام كارثيه، لانه احنا نتحدثوا الجمعيه العامه تاع امس نتحدثوا على عهده اولمبيه 2020 2024، صحيح ديجا مازال ما خلصتش، تعاقب عليها ثلاث رؤساء باش نذكروا، عمارة شرف الدين، جاهد سفيزف، وحاليا وليد صالح. صحيح. انا سكو جو ريتيان من لاسومبلي جينيرال تاع امس، ربما لو ديسكور تاع وليد صالح، كلمة تاعو كان يعني الى دريسي ان بيلون نوار تاع 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 الفيدرالية بما فيها كرة القدم المحترفة. شغل انا سكو جو ريتيان باللي وليد صالح امس بغض النظر عن الديون، وصح القول كاين تلاعبات في بعض المصاريف واللي يعني ديجا محافظ الحسابات لو كوميسير او كونت مازال ما كلوتوراش، اون كيلكو سورت لي كاين سيرتان بيلون روجتي كيما لو بيلون تاع لاشان 2022 ولا كان U17، هادو هما ملفين يبقاو مفتوحين لازم حتى يجيبوا لي جيستيفيكاتيف. المهم وهنا يعني ما لازمش ايضا نتهموا ناس ونحكموا عليهم، لانه حقيقه كاين مثل يقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. نخليه لما الكوميسير او كونت، لانه كاين اوديت، لانه داروا تدقيق في الحسابات الفيدراليه كانت تطلق التدقيق. لما يكون كما يقولوا الحصيله تاع التدقيق تم نقدروا نحكموا على الناس شكون اللي الى يشوي شكون اللي يشوي. قلت يعني انا سكو جو ريتيان في وليد صالح في الكلمه تاعو رئيس فيدراليه سي الى رومي اون كوز لورغانيغرام و لي انستانس بيرمانونت تاع الفيدراليه. يعني في الكلمه تاعو يعني نقول لك انا في الكلمه تاعو قالها الى رومي اون كوز لا استراتيجي ديفلوبمون تاع الفوتبول نوتامون الفوتبول اماتور ولا فورماسيون. الى رومي اون كوز لو سيستيم تاع لا كومبيتيسيون وغياب يعني غياب اللجنه هذيك لو كوميتي تكنيك. قال لك ما كانش ان كوميتي تكنيك. وحاجه ايضا اللي اخرى قال لك انه اجور عمال الفيدراليه هي ميزانيه ضخمه واثقلت كاهل الفيدراليه، علما انه هناك كثير من الموظفين ان صح القول ما عندهمش ان بلون تشارج، ويعني يدوا رواتب بلا ما يجيبوا اضافه للفيدراليه. انا نظن هذه النقاط كانت عنده شجاعه باش قالهم، لكن المشكل انه كل هذه النقاط تكلموا عليها كاع السابقين، يعني ماشي حاجه جديده. صح. ليس بجديد. صح. انا ماذا بيا يعني ماذا بيا هنايا لما تدريسي شغل ان طابلو ان بيلون هكذا، انا ماذا بيا دير الحلول، ماذا بينا يلقاو لنا الحلول باش كره القدم تخرج من هذا التسيير العشوائي. صحيح، وهو كذلك هذا ما نتمناه. طبعا لخص كل شيء سي يوسف ميمون فيما يخص المصادقة على التقرير المالي أو التقريرين المالي والأدبي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. قبل أن نختم طبعا برنامج اليوم سوف نعرج على تصريحات رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم فيما يخص ملف اتحاد العاصمة على مستوى الطاس الذي تبقى جماهير النادي تنتظر القرار النهائي من هذه الآية. تصريحات في هذا الميكروفون قناة البلاد. تمنى احنا بالنسبه لقضيه اتحاد العاصمه الان متواجده في محكمه الطاس، احنا كاتحاديه جزائريه لكره القدم احنا رانا مع الفريق تاعنا وندافعوا عليه الى اخر دقيقه، ونطلب الا احنا طلبنا تطبيق القوانين ولوائح المعترف بها من طرف الفيفا. نعم، هي كان عندي لقاء بمناسبه مؤتمر الفيفا في بنكوك، وين كان عندي لقاء اكثر من ساعتين اجتماع، وين تكلمت على كل القضايا التي تخص الاتحاد الجزائري ومنهم ايضا قضيه اتحاد العاصمه. الشيء الاكيد انه طلبت
أنه يكون تواجد كبير للجزائريين في اللجان الدائمة، حتى أيضا تواجد الجزائريين في اللجان غير الدائمة. احنا مشينا في اللقاء تكلمنا على كل القضايا التي تخص الاتحاد الجزائري، والأهم شيء أن تكلمنا على قضية اتحاد العاصمة، وين أنه أسسنا أن قلنا سنبقى ندافع على الفريق في الطاس حتى نأخذ حق الفريق. إذا نذكر فقط أنه الطاس سيد يوسف ميمون يوم تاريخ يوم 3 جوان هو كآخر أجل من أجل تقديم الميموار بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة وبالنسبة لنهضة بركان الذي يتماطل هو والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد والجامعة المغربية لكرة القدم في إرسال هذا الملف إلى الطاس التي قررت تأجيل أجل أو تمديد الأجل إلى غاية 3 جوان. 3 جوان بعد ما كان يوم 17 مايا كل صلاح. شوف جوستومو لو روبور تاع لي دات هذوما يوحي انه شغل الملف حقيقه شغل شائك ومعقد، ونظن حتى الطاس ومصيري صح مصيري بالطبع. اسمع المباراه النهائيه تلعبت وعلى بالنا على بالنا توج وراه ودا ولا ميم اون كيسي لا ريكومبونس تاعو. انا نظن والله يعني قضية اتحاد العاصمة والله ما عنديش رأي فيها، لأنه كأنه شغل لك تقول يتعود الماتش كما تاع الكاميرون. لا ننتظر قرار الطاس، لأنه بعض التصرفات من بعض الفرق المشاركة في المنافسات أو بعض الفرق المغربية المشاركة في المنافسات القارية أصبحت سي لا بروفوكاسيون صح التعبير بكل صراحه، فحان الوقت من اجل توقيف هذه المهازل. جوستومو اسمح لي يا زيد، انا نظن انه لوبجيكتيف تاع لوبجيكتيف تاع لقجع سيرتو سي حرم كما يقولوا تحرم اتحاد العاصمه من التاج الثاني تاعو، لانه على باله لو ما دارش هذا الشيء ما كانتش هكذا. جيد، نتمنى التوفيق لفريق اتحاد العاصمه والاتحاديه الجزائريه لكره القدم في هذا الملف. سيد يوسف ميمون شكرا على حضورك وعلى قبولك لدعوتي. الله يسلمك. كلمه برك بمناسبه عيد الامهات، نقول للوالده العزيزه تاعي والزوجه تاعي عيد امهات سعيد، كل عام وانتم بخير. عندي ثاني فيما يخص اللاعب السابق تاع اللاعب والمدرب والرئيس الحاج مختار كلام، راهو شويه في وضعيه صحيه يعني صعبه، ندعيوا له ان شاء الله ربي يشافيه ويعطي له صحته. امين، هذا ما نتمناه. شكرا لك يا يوسف ميمون. وبمناسبه عيد الام نتمنى عيد سعيد لكل امهات الجزائر والعرب والعالم إن صح التعبير. مشاهدينا الكرام نكون بهذا قد وصلنا لنهاية عدد اليوم، نلتقي بكم في عدد قادم إن شاء الله. ابقوا في لقناة البلاد. سلام.